بسم الله الرحمن الرحيم. منطقة الأشعري 11 تشرين الأول، هذا أحد البيوت السياحية التي على طرف الوادي الذي تم تخريبه وهدمه وحرقه من الداخل. انظر إلى حجم الخراب والدمار من عصابة الأسد المجرمة حينما كانوا يدخلون إلى الوادي بشكل يومي. انظر إلى هذا الخراب والدمار الذي تنتهجه عصابة الأسد المجرمة، وانظر إلى الحرق، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يعني بشار الأسد سيبقى يحرق البيوت، وسيبقى يهدم البيوت، ويقتل الأطفال والنساء من أجل أن يبقى على كرسيه، لكن خسئت يا بشار، أنت وعصابتك وجنودك. ثم تخرج علينا قناة الدنيا المنافقة وتقول بأن الجيش الحر في درعا يجند الأطفال من أجل أن يكون ذلك لهم ذريعة أن يقتلوا الأطفال بشكل يومي، بشكل دائم، قتل أطفال وجرح أطفال بشكل يومي من عصابة الأسد المجرمة. يحرقون البيوت ويهدمونها ويرتكبون المجازر في محافظة درعا بشكل يومي، ارتكاب المجازر العنيفة والشنيعة وحرق الجثث وقتل النساء وقتل الشيوخ في محافظة درعا. فثورتنا ستنتصر بإذن الله تعالى، وسننتقم منك يا بشار، سننتقم منك يا بشار، لأن النصر سيكون لنا بإذن الله تعالى. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.